مساء الخير عليكم. النهاردة يوم من أصعب أيام حياتي. يوم النهاردة صعب جدا. انت مقضية اليوم فاني أحلام، مقضية لف بين العناية المركزة وبين أوراق وبين وجع قلب. ده أنا كنت عاوزة أصور لكم كل التفاصيل، ما قدرتش. لف هنا من هنا لهنا لهنا علشان خاطر الحقن، يا رب ما يكتبها على حد. بجد بجد والله. هنا طبعا أنا رحت بدري، أنا رحت الصبح أخلص كل حاجة وأحجز الأوضة اللي انتوا شايفينها دي في العناية المتوسطة، لأن لازم الحقن بتاعت أسامة ما تتاخدش غير في العناية المتوسطة، لأن طبعا بيحتاج متابعة. الحقن دي صعبة جدا، بيحتاج متابعة، بيحط على الجهاز اللي انتوا شايفينه ده نبضات القلب، بيشوفوا الضغط، بيشوفوا كل حاجة. فأنا الوقت في انتظاره لحد ما الإسعاف يجي. خلصت كل الأوراق، وفي الأثناء دي هو جاي لي في قسما بالله العظيم في دنيا تانية خالص، فاقد الوعي وعمال طبعا يعني يقول كلام مش مفهوم، وفي دنيا تانية خالص. العربيات مجرد ما يجري في الإسعاف أصلا بيتأثر جامد بالطريق، فبيتوه مني خالص. قاعد على الحال ده زيادة عن 3 ساعة ونص كده على ما يعني استرد وعيه وعرفوا يدوله العلاج. يا رب يشفي كل مرض. هنا بقى بدأنا أول مرحلة في العلاج، لأن العلاج اللي بيتاخد ده بيبقى بيتاخد قبليه جهازين زي اللي انتوا هتشوفوهم دول علشان يبرد الجهاز اللي هو بياخده. هتشوفوا الجهاز ملفوف ازاي. يا رب يشفي ويشفي كل مريض يا رب العالمين. حبيت اوريكم اليوم الصعب اللي احنا مرنا بيه، زي انتوا اهل واحباب، وزي ما شفتوا معانا الحلو وتشوفوا الطبيخ وتشوفوا الهزار وتشوفوا كل ده، تشوفوا الايام الصعبة فعلا اللي احنا بنعيشها، وربنا وحده هو اللي عالم بيه. وده يعني بدأ ان هو بس يفتح شوية وبيتوه برضه. ده بقى الجهاز الصعب اللي ملفوف ده، الله اكبر يا رب ما يكتب عليه ولا على حد. عامل زي اللي هو الكيماوي اللي بيغطوه علشان ما يتأثرش بالضوء. وهو فعلا صعب جدا عليه جدا، يعني هو يا حبيبي بينزل كده على جسمه وبينزل على في العروق كأنها مية نار. فيا رب يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض من ده يا رب العالمين، وما يكتبهاش على حد. كان يوم صعب جدا. حضرناه من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 4 الفجر. في الاثناء دي كان محمد غازي يا رب يشفيه ويديله الصحه، بجد من احسن الناس. يا رب يا رب كده يجعلها في ميزان حسناته. بقاله 3 سنين معانا، دايما بيبسط اسامه وبيفرحه، ودايما لو طلبناه الساعة 1 بلاقيه، الساعة 4 الفجر بلاقيه، في كل وقت. يا رب يجعله في ميزان حسناته يا رب العالمين، من احسن الناس اللي ممكن ان احنا نشوفه. هنا كانت الساعه 4 الفجر وطالعين، الدنيا ساكته بطريقه رهيب. ادعوا له بالشفاء يا رب.